حيض. طبعا هذا المدرج الروماني قبل جمعة كنت هناك. ايه. أول مرة بحياتي أفوت على المدرج الروماني. صور أبلاك لقاق اللي أول لقاق الروماني. هاي شلالات معين. ايوه رحتش ما شفتهاش هاي اما سمعت عنها. معنا الفنان طبعا محمود بدرني ابن مدينة سخنين. يعني الفنان محمود احنا اليوم موجودين في المرسم الخاص فيك طبعا بيت للفن. موجود هنا العديد من الطلاب الذين يعني يتعلمون على يديك منذ فترة. كيف فهمنا انه في عندك طبعا فعالية مستقبلية خلال الايام القادمة راح تستضيف وفد من المملكة الأردنية الهاشمية. تحكي لنا عن الوفد الزائر وعن المعرض اللي راح يكون. ان شاء الله بكون المعرض بال 18/2 الشهر الجاي في المركز الثقافي في سخنين. نعم بده يكون ضيف الشرف الأخ حماد فراعني من المملكة الهاشمية والوفد المرافق. نعم بدنا يجي معه للافتتاح المعرض وخاصة على لوحات الملك عبد الله. نعم إن شاء الله. نعم. يعني لو تحدثنا عن هاي اللوحات طبعا شو أخذت منك وقت زمني عن إيش بتتحدث هاي اللوحات؟ والله صلنا أنا والسيدة ختام عيبي صرنا من هذا الموضوع من بدك تقول من شهر 3 يعني بدك نعم. تقول حوالي 7 أشهر وإحنا مشغولين نطور الفكرة. نعم أنا شايف طبعا بالرسومات في رسومات للملك عبد الله وأيضا للملك حسين وللأميرة أو الملك رانيا أيضا في صور طبعا بتحاول أنك تمزج بين الأقصى وبين نهر الأردن وبين البتراء وبين المدرج الروماني الكثير من الأمور. طبعا لأنه هذا إشي عن الأردن أو أنا مركز عن الرسومات عن الأردن. بتراء نعم. هي من عجائب الدنيا السبع. نعم يعني إشي خاص. أو جرش كمان يعني هذا طابع خاص للأردن. بعدين جلالة الملك حسين الله يرحمه يعني كان محبوب جدا يعني إنسان كان محبوب متواضع بحب الشعوب. نعم وبعدين المالكة كلها مرتبطة ببعضها. نعم يعني لو تحدثنا بالنسبة للمعرض المعرض شو راح يحتوي شو راح يتضمن؟ المعرض بكون في قاعة أنا وختام هيبي منفردي. نعم وقاعة ثانية للطلاب اللي بتعلموا هون اللي اسم الفرقة أناكوندا. فرقة أناكوندا اللي هي بضم عدة صبايا إذا بتصورهم بعدين بتعرف أسميهم. أنا شايف أنه أيضا الفتيات أو الأخوات الفنانات الصغار اللي عمالين بتعلموا عيديك صاروا ينافسوك يعني أيضا عندهم رسومات الأدي حلوي. صحيح لأنه عادة تعال مثلا كل رسام اللي من بعلم التلاميذ دائما بيكون عندهم انطباع او بحاولوا يقلدوا المدرس تبعهم وشيء طبيعي يعني مثلا نعم. عملت المي خضراء فجاه بدهم يعملوها خضراء بالاول زرقاء الا بدهم يعملوها زرقاء. تعال مثلا ريمبراند رسام كلاسي نعم مضى على لوحات للتلاميذ ومش معروف هل هو رسام او للتلاميذ يعني صاروا يرسموا زيه كل واحد بيقلد المدرس تبعه. نعم ايضا نتحدث بالنسبه للفن او الرسم السريالي. طبعا هذا فن له خصوصية معينة هذا مش زي أي فن. أنا شايف إنه هذا فن يعني ما بعرف بالمعنى تبعه ولكن هل هو الفن التجريدي ولا هذا فن آخر؟ لا التجريدي هذاك تجريدي يعني خيالي بحت. أما الفن السريالي هو مبني من الواقع هو واقع وفوق الواقع. يعني أنت ترسم الأشياء الواقعية بس في طريقة خيالية. مثلا هنا رسم الملك عبد الله في الغيم هو شمس الأردن مثلا
هذا السريالي انت نعم. متحرر من الواقع. الفنان محمود بدارني بالتوفيق. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافية. معنا الفنانة سامية خليلي طبعا مدينة سخنين. يعني الفنانة احنا كنا قد تابعنا يعني مشوارك الفني قبل عدة اشهر. إيه تحكي لنا وين انت اليوم، شو المعارض اللي شاركت فيها، خاصة انك انت يعني من خريجات يعني بيت الفن في سخنين على ايدين طبعا الفنان محمود بدرني. اول اشي احنا اشتركنا بعد مدة 6 أشهر من التعليم مع الفنان محمود بدرني، اشتركنا بمعرض بريني كان ناجح جدا. بعد كمان قبل شهرين اشتركنا بمعرض بطرعون. نعم. وان شاء الله انه الحكي الفنان محمود بدرني عم بحضر لنا لمعرض كبير بالمركز الثقافي برضه. نعم. يعني لو تحدثنا عن نوعية الفن او الرسومات اللي انت بترسميها، شو هي النوعية؟ رسمنا بالاول الرسم الواقع، رسم التراث، اسا انتقلنا للرسم الحديث السريالي. نعم. خيالي يعني. نعم. يعني احنا شايفين شجرة، شو هاي الشجرة اللي رسمتيها انت؟ هاي زيتوني بس بألوان خيالية يعني. مش بألوانها الطبيعية. نعم، يعني فيها الألوان أزرق وفيها أسود وفيها يعني أخرى هاي انرسمت بشبختل. بشبختل وبعدين بيجي عليها لمسات بالفرشاة يعني. طريقة بشبختل علمناها جديد يعني. نعم. يعني شو المستقبل أخت سامية لقدام اللي رسمتي لنفسك أنت؟ أنا صراحة إن شاء الله يعني مفكري اني اكمل بموضوع انه اتعلم يعني نفس الموضوع. اتعلم اصير انه معلمة فنون. او يعني انا بلشت كأنه هواية يعني مجرد هواية يعني وحب اطورها. نعم. فناني سامي خليلي شكرا جزيلا لك. أهلين. العافية. معنا الفناني فداء بدرني طبعا ايضا من سخنين. يعني اخت فداء، لو تحدثنا عن الفن او نهاية الرسم اللي عم بترسميها تحكي لنا عنها. هاي اللوحة فيها طبيعي، رسم طبيعي. نعم. يعني هنا مش طبيعي، خيالي. نعم. نعم. مقسم الرسم. نعم. هذا المنظر انت شفتيه بالواقع ولا انت تخيلتيه؟ لا خيالي. هذا خيالي. إيه كم رسمي انت لحد اليوم رسمي؟ بعدني اول. نعم. يعني الثاني بعدني اول. نعم. يعني لو تحدثنا شو الرسم الاولى اللي رسمتيها انت ايضا خيالي؟ لا الرسم الاولى واقعية. نعم. إيه انت مفكري انك تكملي في هذا المشوار اللي بلشت فيه؟ كيف شايفي التعليم على ايدين الفنان محمود بدرني؟ كثير كثير بستفيد، كثير حلو، كثير بعلمني اشياء. معنا الفنانة صفاء حنيف من سخنين، ايضا فنانة حديثة العهد في بيت الفن. لو تحدثنا يعني اخت صفاء، مشوارك الفني بدأ عدة أشهر ماضي، كيف فهمت أنا شاركتي في عدة معارض فنية في البلاد، لو تحدثنا عن مشوارك الفني شو بتقولي؟ إنه أنا إلي هاي قريب السنة هنا بالدورة الرسم. نعم. وقدمنا مجموعة بمعرض برين كان. نعم. قدمنا عن البيت القديم وعن التراث. وكان إلنا أخرى معرض بطرعون. نعم. قدمنا سريالي مع تراث. إسا عم نقدم مجموعة جديدة اللي هي الرسم بالشبخت اللي هو السكين. نعم. أسلوب جديد كثير حلو وممتع. في عندي أخرى هاي اللوحة، أنا بحب أستعمل هيك الأخضر البحر. الغروب طبعا. نعم. بحب رسوماتي يظهر غروب دايما، أو إن شاء الله إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. إيه بدي أسأل يعني حضرتك أم.
هل حاولت انك مثلا ترسمي حدا من ابنائك او هل هذا امر هل قد صعب عليك؟ احنا مرقنا بهاي مرحله البورتريت انه نرسم الوجوه. نعم. بس بعدنا يعني ما تمكناش كفايه. بالمرحله الجايه رح نشتغل على البورتريت. وطبعا اول شيء ولادي رح ارسمهم. نعم. يعني لو تحدثنا شو اللي الهدف الاسمى اللي انت حطيتيه مفكره انك توصلي له؟ ما حب بحط كثير اهداف قدامه بس انه لوين بده يصل حسب شو الظروف بتساعده شو بتسمح له. نعم. ان شاء الله يعني السنه الجاي رح ابدا اتعلم فرع الأمانوت. نعم. صير معلمه أمانوت يعني من اهدافي. وطبعا مشوارك الفني الرسم مكمل يعني هون. نعم. بالرسم مع الاستاذ محمود بديرنا اكيد. نعم. فناني صفاء احنا شكرا جزيلا لك.